السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن المثنى. فما معنى المثنى؟ المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على آخر. يعني لو قلت كلمة تلميذ وكلمة تلميذة، نلاحظ أن كلمة تلميذ هذه مذكر مفرد مذكر، إذا أردنا أن نثنيها نضيف لها ألف ونون في آخرها، نقول تلميذان تلميذان. وإذا كانت مؤنثة تلميذة نضيف هكذا تلميذ، ونأخذ التاء المربوطة نجعلها تاء مفتوحة ونضيف الألف والنون تلميذتان. هذا بالنسبة للمفرد المذكر والمفرد المؤنث. مثال آخر، طالب طالبان، ولد ولدان، رجل رجلان، نضيف ألف ونون على المفرد. طالبة عندنا هنا مفردة مؤنثة، نضيف تاء ألف نون، طالبة طالبتان، تلميذة تلميذتان، مسلمة مسلمتان. طيب، ما إعراب المثنى؟ المثنى يرفع وينصب ويجر. يرفع وعلامة الرفع الألف، يرفع وعلامة الرفع الألف، نقول جاء الطالب جاء الطالب أو جاء الطالبان جاء الطالبان. كلمة جاء فعل ماضي والطالبان فاعل. من اللي جاء؟ طالبان فاعل مرفوع. علامة الرفع هنا ليست الضمة ولكن الألف، مرفوع وعلامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه مثنى، لأنه مثنى. يبقى الطالبان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. الولدان مؤدبان. الولدان هنا دي جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر. الولدان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، ومؤدبان خبر، خبر المبتدأ، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الألف لأنه مثنى. هذا بالنسبة للإعراب. طيب، لو أدخلنا عليها كان، كان الرجلان عظيمين. كان كما تعلمون تدخل على الجملة الاسمية ترفع اسمها وتنصب خبرها. فالرجلان اسم كان مرفوع بالألف لأنه مثنى. عظيمين عظيمين عظيمين، الميم على فتحة والياء على سكون، عظيمين. خبر كان منصوب، خبر كان دايما منصوب، وهنا منصوب بالياء لأنه مثنى. نأتي إلى النصب. ينصب المثنى وعلامة النصب الياء، نقول رأيت مهندسين. رأى فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، هذه جملة فعلية، فعل وفاعل. رأيت ماذا؟ مهندسين. يبقى مهندسين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. رأيت مهندسين وليست مهندسان. إن المعلمين مهذبان. نعرف أن إن عكس كان، تدخل على الجملة الاسمية اسمها يكون منصوب وخبرها يكون مرفوع. فنجد كلمة المعلمين هنا اسم إن، اسم إن، اسم إن منصوب بالياء وهو علامة النصب الياء لأنه مثنى، ومهذبان خبر إن مرفوع بالألف لأنه مثنى. يبقى إذن ينصب بالياء ويرفع بالألف. طيب، لو قلت شاهدت مهندستين. هنا كلمة مهندستين مفردة مهندسة، شاهد فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، ومهندستين مفعول به منصوب، ولكن هنا علامة النصب الياء لأنه مثنى. هذا عن النصب. نأتي إلى الجر. يجر المثنى أيضا بالياء، نقول يجر المثنى وعلامة الجر الياء. يجر متى؟ إذا سبق بحرف جر أو كان مضاف. نقول للعاملين دور عظيم. للعاملين يعني اللام حرف جر، والعاملين العاملين وليس العاملين، العاملين اسم مجرور بعد اللام وعلامة الجر الياء لأنه مثنى، إذن المثنى يجر بالياء. نقول قرأت في كتابين،
قرأ فعل ماض والتاء تاء الفاعل وفي حرف جر. كتابين اسم مجرور أتى بعد الفي، وعلامة الجر الياء لأنه مثنى. أيضا إذا أضيف يجر أيضا، ولكن علامة جر حذف النور. لما نقول مثلا إيه طالب العلم، أو رأيت طالبي العلم. هنا كلمة هنا طالبة اسم كان مرفوع بالألف، وحذفت النون هنا للإضافة، كان طالبة العلم مثلا محبوبين، هذا خبر منصوب، خبر كان منصوب بالياء، وهنا اسم كان مرفوع بالألف لأنه مثنى. طيب ليه ما قلناش كان طالبان؟ لأن طبعا أضيفت كلمة طالبة، أضيفت إلى العلم فحذفت النون. رأيت طالبي العلم، رأى فعل ماضي والتاء والفعل، وطالبي مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. طب أين النون؟ ما قلناش ليه طالبين؟ لأنها أضيفت لذا مضاف إليه. يبقى إذا كان المثنى مضاف نحذف منه النون، نحذف منه النون هنا في حالة الرفع وهنا في حالة النصب. هناك ألفاظ يقول ملحق بالمثنى مثل كلا وكلتا واثنان واثنتين، دون بيعربان إعراب الملحق بالمثنى، بس لابد أن يتصل بهما ضمير. رأيت المدرسين كليهما، مررت بالمدرستين كلتيهما، هنا ملحق بجمع ملحق بالمثنى. تطبيقات، هات مثنى زهرة، زهرتان تفاحة، تفاحتان شجرة، شجرتان، أو ممكن نضيف ياء ونون في حالة النصب أو الجر، زهرتين تفاحتين شجرتين. طفل، طفلان قلم، قلمان ولد، ولدان، ونفس الكلام طفلين وقلمين وولدين. تلميذ، تلميذان، تلميذين. معلمة، معلمتان، معلمتين. طبيبة، طبيبتان، طبيبتين. هذا، هذان وهذين. هذه، هاتان. الذي، اللذان. التي، اللتان. ده بالنسبة للملحق. طبعا هنا أمثلة، المعلمان ماهران مثنى مبتدأ وخبر مرفوع بالألف، خبر مرفوع بالألف. يدخل التلميذان الفصل، فاعل مرفوع بالألف. أنتما سائقان ماهران، خبر أنتما سائقان، خبر أنتما، أنتما مبتدأ وسائقان خبر، وماهران صفة مرفوع بالألف، وده مرفوع بالألف. أنتما تلميذان مؤدبان، أنتما مبتدأ وتلميذان خبر مبتدأ ومؤدبان صفة، مرفوع بالألف، مرفوع بالألف. تشجع الدولة التلميذتين، تشجع فعل مضارع والدولة فاعل، التلميذتين مفعول بمنصوب بالياء، الموهوبتين صفة منصوبة بالياء، وهكذا في كل الأمثلة. بقول اجعل الجملة مثنى، العلم معروف، أو العلم معروف، العلمان معروفان، الطالبة موهوبة، الطالبتان موهوبتان، فاعل الخير مشكور، فاعل الخير مشكوران، الكريم محبوب، الكريمان محبوبان. الوالدين برضو مثنى، ممكن نقول الوالدان محبوبان، إن الوالدين محبوبان، كان الوالدان محبوبين، دعا الإسلام إلى بر الوالدين. كما نلاحظ هنا اسم إن منصوب بالياء، خبر هنا اسم كان مرفوع بالألف، هنا طبعا مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى. ده بالنسبة عن المثنى. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.